منتخب فرنسا اتأهل لنهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، وده خلال المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب البيت ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم في قطر. وجه الهدف الأول في الدقيقة 5 من المباراة، واللي سددها اللاعب هرنانديز في شباك الحارس ياسين بونو. في الدقيقة 79 سجل البديل كولومواني الهدف الثاني لصالح منتخب فرنسا. أنطوان غريزمان نجم المنتخب الفرنسي تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب بعد تألقه الفني والمهاري خلال أحداث المباراة، وكمان مساهمته الكبيرة والرائعة في صناعة الفرص. ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا قال أنه سعيد بتحقيق الفوز الصعب على حساب المغرب بنتيجة 2-0، وأكد ديشان في تصريحاته بعد المباراة أن التأهل للنهائي ما كانش سهل أبداً، لكن في نفس الوقت الأمر كان ممتع جداً، واتمنى أنه مكافأة لاعبة المنتخب الفرنسي على الإنجاز ده اللي حققوه، خصوصاً أن مباراتهم قدام المغرب كانت مهمة وضخمة. أوجو لوريس حارس منتخب فرنسا حارس مرمى منتخب فرنسا اتكلم عن التأهل لنهائي كأس العالم على حساب المغرب، وقال لعبنا أمام منتخب بيعرف يهاجم ويدافع بشكل ممتاز واستحقينا التأهل، ودلوقتي لازم نركز للنهائي، وبدأنا المباراة بشكل ممتاز وحسينا أننا بنواجه منتخب مش فارق معاه أي حاجة ومستعدين للنهائي، وهتكون مباراة صعبة والأرجنتين عندهم أسطورة كروية في كرة القدم. وليد رجراجي المدير الفني لمنتخب المغرب علق على الخسارة أمام فرنسا وقال قدمنا أفضل حاجة عندنا، لكن مع إصابات كتير في الشوط الأول في الشوط الثاني كنا أفضل وما سجلناش، وهم اللي سجلوا الهدف الثاني وحسموا المباراة، لكن على أي حال بنتمنى نحقق المركز الثالث في مباراتنا اللي جاية قدام كرواتيا. كيليان امبابي جناح فرنسا ونادي باريس سان جيرمان حرص على مواساة زميله أشرف حكيمي الظهير الأيمن لمنتخب المغرب، وده بعد خسارة أسود الأطلس 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح. وبعد انتهاء المباراة راح كيليان امبابي لزميله أشرف حكيمي لمواساته وتشجيعه كمان بعد الخسارة في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022. احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتأهل منتخب بلاده لنهائي كأس العالم 2022، ونشر ميسي صورة على موقع إنستغرام وجمعته مع عائلته بعد يوم من الفوز على كرواتيا، احتفالا طبعا بتأهل المنتخب الأرجنتيني للنهائي المونديال في قطر 2022. كمان ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة أربع مرات في نسخة كأس العالم 2022 علشان يكون أكتر لاعب حصولاً عليها في هذا المونديال. كمان أكد النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أن مباراته اللي جاية في نهائي كأس العالم 2022 هتكون الأخيرة له بقميص التانجو في تاريخ المونديال، وأضاف كمان ميسي وقال ما أواجهه مثيراً بالتأكيد، لكن يوم الأحد ستكون مباراتي الأخيرة وآخر ظهور ليا في كأس العالم. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع باسانتو شاذلي.